السؤال الأخير، هل تقرأ الحائض القرآن؟ الجواب نعم، الحائض تقرأ القرآن بدون أن تمس المصحف حتى تخرج من خلاف العلماء، لكن إذا اضطرت لمس المصحف فلا يوجد ما يمنع من ذلك، وإن كان الأولى إذا مسته أن تمسه بحائل أيضا من باب الخروج من الخلاف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب الأخ أنتي سناكس، تفضل أنتي سناكس. طيب إحدى الأخوات، نعم الأخ، طيب هناك سؤال يقول: كيف تقرأ القرآن دون أن تمسه؟ إما أن تقرأه في جوال أو في كمبيوتر، أو إذا أمسكت بالمصحف تمسكه بحائل يعني بقفاز، أو تقلب الصفحات بقلم أو نحو ذلك. بارك الله فيكم. طيب أخت متزوجة تسأل: هل من الواجب أن تخدم أهل الزوج؟ الجواب: لا يجب عليها أصلا، ولكن إذا طلب منها زوجها أن تقوم بهذه الخدمة فإنه يجب عليها يعني طاعة لزوجها، وتؤجر على ذلك أجرا عظيما طالما أن ذلك في مقدورها، والله سبحانه وتعالى أعلم.